أهلا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من إلدرينج. بهاي الحلقة راح نستعرض لكم القتال ويا الزعيم ليوناين مسبيغاتون. تمام، تابعوا وياي. طبعا راح نستخدم لون أوف وولف أشز، هذول الذئاب الثلاثة الكول سبيريت. تمام، نستخدمهم حتى نشتته، لأن هذا شوية الزعيم مشكلته كلش أجريسيف، يعني ما يعطي فرصة إنه واحد يتفادى ضرباته أو يحاول يهاجمه، فمشتتوه. سنستخدم الممتاز التعويذة ما تنين، استخدم مرة ثانية. ممتاز، هسه أول أربعه مشكلته كلش أكبر حتى ويا الذئاب، ويعني هم واحد صعب يتفادى. هنستخدم البلود جريز. تمام، هسه نروح ندمجه. طبعا الاتاك ماتي عالي، بس هو شوية أجرسيف، بس ما في مشكلة على الاتاك غير ماتي عالي فرق. ممتاز، وقفت الهجمة مالته. هوبس، دمي هيلث، ممتاز. باعوا الذئاب، تخليكم شوية تشتته لحد ما تاخذون طاقة. ممتاز، كل الضربات وجهنا له، ما بقى هواي من دمه، اقل من ربع دمه تقريبا. ممتاز، باعوا الذئاب هم تدمجه وهم تعطينا فرصة احنا ندمجه. قضينا عليه. تمام، ممتاز، حصلنا سلاح جديد، سيف جرافتد بليد جريت سورد. سلاح جديد، ممتاز. طبعا اصدقائي، لهنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات.